مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من حلقات نشاط وتفاصيل أهم الموضوعات اللي اهتمت بها الصحافة العالمية والعربية. الصحافة العالمية النهاردة مهتمة بأكثر من موضوع، ما زال تداعيات الأزمة بين تركيا وبين أوروبا مستمرة، ومستمر اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام بها مع بعض التصاعد أيضا. كمان الصحافة العالمية الحقيقة مهتمة بشكل أو بآخر بالتقارير اللي ظهرت أخيرا في لأول مرة يعني في الأمم المتحدة تدين إسرائيل بشكل واضح بعد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، إلى جانب أيضا الحديث عن تجربة مصر في بيع النفايات والنفايات الصلبة وفصل النفايات والعديد من الموضوعات اهتمت بها الصحافة العالمية. خلينا نبدأ مع حضراتكم من رويترز والخبر الأبرز. يعني منذ أقل من نصف ساعة كل وكالات الأنباء والصحف العالمية تتحدث عن انفجار في أحد مكاتب صندوق النقد الدولي في باريس وإصابة شخص. ربما لسه التفاصيل مش موجودة بشكل كبير، لكن ودي بعض الصور من مقر المكتب في باريس أحد مكاتب صندوق النقد الدولي، وانتشار أمني طبعا واضح، والصحف كلها ووكالات الأنباء بتتحدث عن أنه مصدر داخل الشرطة الفرنسية قال أن هناك طرد بشكل مظروف تم فتحه داخل أحد مقر صندوق النقد الدولي في باريس، وأصيب شخص بجروح بعد يعني عبوة ناسفة أو انفجار، وإن كان يبدو أنه غير كبير. تفاصيل تتحدث عنها كل وكالات الأنباء، وحتى هذه اللحظة لم يدلي أي جانب مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، وإن كان اللي مؤكد حتى هذه اللحظة أنه زي ما مكتوب في كل وسائل الإعلام العالمية أنه الجرح بسيط لأحد الموجودين داخل المكتب اللي قام بتلقي هذا الطرد أو فتحه. من هذا الخبر اللي موجود وخدناه من رويترز تحديدا نذهب الى الاي بي والاسوشيتد بريس اللي اهتمت بتجربه جديده في مصر زي ما بيقولوا، والعنوان بيقول النفايات مقابل النقود، المصريين في القاهره يمكن ان يبيعوا نفاياتهم. وصفوا في التقرير اللي معمول على الاي بي او الاسوشيتد بريس، وصفوا شكل المكان وقالوا ان المصريين كانوا بيقفوا في طابور وهم راحوا يوم الاربعاء تحديدا لخارج مركز إدارة النفايات في القاهرة كي يتم بيع النفايات الصلبة. بيروا أو وصفوا هذه الخطوة أنها خطوة مبدئية في مشروع وصفوه بالطموح لتخفيف مشاكل إدارة النفايات الهائلة اللي بتعاني منها القاهرة من اللي بيعيش فيها أكتر، هم كاتبين نحو 18 مليون نسمة. وصفوا قائمة الانتظار خارج المحطة أمام الكشك الكبير اللي ملون، بيقفوا على الرصيف تحديدا في منطقة مصر الجديدة. وصفين شكل الناس حاملين الأكياس سواء من كتب قديمة أو زجاجات مياه بلاستيكية وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير، وذكروا أنهم وجدوا جدول بقائمة الأسعار لأنواع المواد المختلفة. أما السي ان ان فتقرير لها تتحدث فيه عن تركيا، ولكن هذه المرة أن تركيا بتهاجم هولندا ولكن عن طريق مصر أو بسبب مصر. التفاصيل لتصريحات رئيس الوزراء التركي تحديدا اللي استكمل فيها هجومه على هولندا، وهجوم رجب طيب إردوغان الحقيقة أصلا على هولندا، وقال أن هولندا دعمت في مصر من وصفهم بالانقلابيين اللي أسقطوا رئيس منتخب، والتفاصيل اللي هم دايما بيتكلموا عليها. وهو قال الكلام ده امام حشد جماهيري بشمال تركيا تحديدا، واتكلم عن ازدواجيه المعايير اللي بتنتهجها دول زي المانيا وهولندا، وقال انهم بيسمحوا لمروجي رفض التعديلات الدستوريه التركيه بحريه الحركه والتعبير، ويقصد بذلك بعض الاكراد تحديدا، وبينما بيمنعوا مؤيدين هذه التعديلات، ده وفقا لتصريحاته. أيضا يلدريم رئيس الوزراء التركي اتكلم عن ما اسمها مصيبة أوروبا، إن هي تصاعد التطرف والعنصرية ومعاداة الأتراك والمسلمين عموما. اتكلم عن القيم الأوروبية اللي بيتم التفاخر بيها وفقا لكلامه، وبيقول إن جرى بها ضرب عرض الحائط، وتحديدا تحدث عن أنصار منظمتي حزب العمال الكردستاني وفتح الله جولن اللي هو بيشوف إن هم بيصولوا ويجولوا بحرية في هولندا أو في ألمانيا ضد التعديلات الدستورية، ومر طبعا بأكثر من مرة على هجومه على هولندا نتيجة لأن هي دعمت ما جرى في مصر بعد 30 يونيو، واللي هم طبعا في تركيا حتى هذه اللحظة ما زالوا ضده.
سبوتنيك أيضا تتحدث عن تركيا وأوروبا، ولكن هذه المرة تركيا تقدم شكوى للأمم المتحدة حول انتهاكات حكومة هولندا. البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة في شكل تصعيد واضح قدمت شكوى حول ما أسمتها انتهاكات الحكومة الهولندية للقانون الدولي. المذكرة أشارت والمذكرة الدبلوماسية قدمتها تركيا للأمم المتحدة قالت أن الأفعال الهولندية تجاه وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية تحديدا انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وده جه في مذكرة رسمية، واشتكوا وقالوا الإجراءات دي لا تتوافق مع العرف الدبلوماسي وكذلك القانون الدولي العرفي، وطلبت تركيا إرسال نسخة من المذكرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية البعثات الدبلوماسية وإرسالها لجميع الدول الأعضاء. أما نيوزويك فتتحدث أيضا عن إردوغان وعن هولندا تحديدا، والعنوان بيقول إردوغان يستخدم هولندا للإلهاء. المقال في نيوزويك بيتحدث، اللي كاتبه مايكل روبن، بيتحدث عن استعداد الجميع زي ما بيقول للاعتقاد ان في بلاد بتسعى لإهانة او إثارة غضب تركيا، ولكن بيقول في السنوات الأخيرة وصف إردوغان بأنه بيحير الشعب التركي لأنه بيتدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل هو وصفه بأنه تدخل سام في شؤون دول زي إسرائيل، زي ألمانيا، روسيا، زي مصر أو بلجيكا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبيقول أن ده على نطاق واسع جدا. وفي النهاية بيتحدث أنه إردوغان هو بيصفه أنه بيرى نفسه أنه بيقود تركيا بهذه الطريقة للفوز، ولكنه وفقا للمقال في نيوزويك سيذكر كرئيس لطخ سمعة تركيا في عهده، وسيذكر أيضا التاريخ سيذكر أنه مركز تركيا ما بين الدول وفي عهده ليس مركز يأتي من قوة دبلوماسية واقتصادية بل باعتباره جمهورية من جمهوريات الموز. ده الكلام في نيوزويك لمايكل روبن. يتحدث أيضا عن إردوغان اللي وصفه أنه هو بيستغل المظالم المصطنعة، وبيقول أنه أفضل إجابة لهولندا أو كل بلد غربي آخر يهاجمها إردوغان هو ببساطة تجاهله. بيقول في نهاية المطاف، وربما حسب أيضا كلام المقال ربما في وقت أقرب، سينتهي إردوغان وستبقى تركيا في المضي قدما. من هذا الموضوع نذهب إلى موضوع آخر، وتحديدا الأمم المتحدة وإسرائيل وفلسطين. الاندبندنت بتقول الأمم المتحدة إسرائيل تفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. وكالة الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بفرض نظام الفصل العنصري أو التمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وقالت إن دي المرة الأولى اللي بتوجه فيها الأمم المتحدة بوضوح هذا الاتهام. التقرير تحديدا كان صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الإسكوا، اللي قال هذا التقرير أن إسرائيل أسست نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني بأكمله. التقرير حدد مجموعات أربعة تحديدا من الفلسطينيين اللي بيحملوا الجنسية الإسرائيلية، أو الفلسطينيين اللي داخل القدس الشرقية، والفلسطينيين اللي موجودين في قطاع غزة، واللي موجودين في الضفة الغربية. وأيضا تحدث عن الفلسطينيين اللي بيعيشوا في الخارج كلاجئين أو منفيين عن بلدهم. التقرير محقق سابق كتبه هو ريتشارد فولك، محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا أحد أساتذة العلوم السياسية بجامعة إلينوي، كتبوا هذا التقرير. وتحديدا كان كلامهم واضح في اتهامات بكل وضوح لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت اتهمت أصلا من كتب هذا التقرير بأنه منحاز بشكل أو بآخر ضد إسرائيل. أما جيروزاليم بوست فتتحدث في نفس الموضوع لكن ردود الأفعال. جيروزاليم بوست بتقول إسرائيل تنتقد وترفض استخدامها قانون الفصل العنصري. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية شبه التقرير اللي تم نشره مؤخرا في الأمم المتحدة، شبهه تاني الحديث برضو عن النازية بالدعاية النازية والمعاداة للسامية. بيقول انه كثيرا ما يستهدف اسرائيل بعض منتقديها، وانه هذا الاتهام مرفوض بشده. ووكيله الامين العام للامم المتحده والسكرتيره التنفيذيه اللي قالت في تقريرها انه ده الاول من نوعه اللي بيصدر عن احدى هيئات الامم المتحده. المتحدث باسم الامم المتحده قال انه التقرير ده تم نشره دون ان يتم تشاور مسبق مع امانه الامم المتحده، وقال التقرير بشكله الحالي وصفه كده لا يعكس وجهات نظر الامين العام نفسه، ومضيف ان التقرير نفسه بيشير الى انه بيعكس وجهات نظر مؤلفي
فقط. والولايات المتحدة طبعا من جانبها انتقدت التقرير بشدة. سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي قالت في بيان واضح أنه أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب عليها أن تذهب لمدى أبعد، وطلبت كمان أنها تسحب التقرير. يعني شايفة أنه أمانة الأمم المتحدة مش بس أنها تعلن أنها ما اطلعتش على هذا التقرير وده بيمثل أصحابه، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية شايفة أنه الأمانة العامة للأمم المتحدة لازم تسحب هذا التقرير من الأصل. على تويتر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال تحديدا أن التقرير ده لم يؤيده، طبعا بيستغلوا هذه الحكاية، يعني لم يؤيده الأمين العام للأمم المتحدة، وتاني أنه معادي للسامية. لوفيجارو تتحدث عن ما يجري في سوريا وبتقول أنه موسكو تختبر أسلحة حديثة داخل سوريا. التفاصيل في لوفيجارو تتحدث عن تقرير انه استخدام الجيش الروسي لاحدى انواع القنابل تحديدا اللي موجهه بالليزر، وانها قادره على اختراق الجدران الخرسانيه السميكه. وبيتحدثوا عن انه منذ بدايه التدخل العسكري في سوريا تحديدا في سبتمبر 2015 انه موسكو اختبرت على الارض معظم اسلحتها الحديثه. لكن الحقيقه ان التقرير عشان يعني بشكل او باخر يبدو متوازن بيتكلم انه الجيش الروسي مش هو الوحيد اللي بيختبر الاسلحه داخل الاراضي السوريه، ولكن وصفوا وقالوا بدون تحديد دول، قالوا الكل يستفيد من تلك العمليات لوضع قدراته قيد الاختبار للاغراض التجاريه والتكنولوجيه وكذلك التكتيكيه. لفيجارو تتحدث عن الانتخابات في هولندا، والعنوان يقول ليجيسلاتيف او بيبا لا دروات ديفانس نيتمون لاكستريم دروات. الانتخابات التشريعيه في هولندا فوز صريح لليمين ضد اليمين المتطرف. 13 مليون تقريبا شخص هولندي بيصوتوا على مقاعد النواب، او صوتوا عفوا على مقاعد مجلس النواب اللي فاز فيها حزب اليمين واللي هو حزب رئيس الوزراء الهولندي الحالي الحزب الليبرالي، وتفوق على 3 أحزاب أخرى بما فيها حزب الحرية اللي بيمثله خيرت فيلدرز اللي هو أحد الأشخاص اللي يوصفوا بأنهم يمينيين متطرفين. والحقيقة أنه هو من جهته خيرت فيلدرز قال وكان سريع الرد على التقديرات الأولية وكتب على تويتر وقال ناخبين حزب الحرية شكرهم وقال احنا فزنا ببعض المقاعد، ووصف ده انه دي اول نقطة في النجاح، في حين انه قال انه وجه كلامه برضو في تغريدة اخرى لرئيس الوزراء الهولندي وقال له انك لم تتخلص مني حتى الان. لوموند تتحدث عن تقرير خاص بشن هجمات في المانيا، وبتقول كونداسيون بور دي بروجي داتونتا اسلاموفوب ان الماني، ادانة لمخططات لشن هجمات معادية للمسلمين داخل المانيا. احدى المنظمات اللي هي اولد سكول كانت بتخطط في عام 2015 تحديدا لهجمات واضحه ضد بعض الشخصيات السلفيه وبعض المساجد وبعض منازل كمان طالبي اللجوء داخل المانيا. المحكمه الالمانيه حكمت بالسجن لمده بتتراوح بين 3 سنين و5 سنين في السجن ل3 رجاله وسيده ممن وصفتهم بالنازيين الجدد اللي ارادوا ارتكاب الهجوم على منزل طالبي اللجوء في 2015 بعد 11 شهر تحديدا من سماع المرافعات وسماع الشهود. محكمة ميونخ تحديدا وصفت هذه المنظمة أولد سكول بأنها منظمة إرهابية تم تشكيلها على شبكة الإنترنت وتم اعتقال أعضائها وتم الحكم في مايو 2015 تحديدا، وتم الحكم على رئيسها بالسجن لمدة 5 سنوات ونائبه أيضا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وتم الحكم على المتحدث باسم هذه المنظمة لمدة السجن لمدة 3 سنوات. خلينا نذهب إلى واشنطن بوست والحديث عما يجري داخل الإدارة الأمريكية. واشنطن بوست تتحدث عن أنه ترامب بيوسع من سلطات المستشارة دينا باول لتشمل الأمن القومي. دينا حبيب باول وهي مصرية أمريكية حصلت على لقب إضافي جديد وفقا لواشنطن بوست، وهو نائب مستشار الأمن القومي للاستراتيجية، اللي بيعكس وفقا لكلام واشنطن بوست ما اسموه نفوذها المتزايد داخل البيت الأبيض. أيضا تم تعيين
دينا هي مصرية أمريكية تتحدث العربية بطلاقة، أيضا كان ليها الحياة باع طويل وخدمت بشكل واضح في وزارة الخارجية وقت الرئيس جورج بوش، وكانت وزيرة الخارجية كونديليسا رايس، وتعتبر كما وصفتها واشنطن بوست من زملاء المستشارين للرئيس ترامب داخل الحكومة الأمريكية. ننتقل مع حضراتكم إلى الخبر قبل الأخير في هذه الجولة، وهو خبر رياضي ربما حضراتكم بتتابعوه بقالنا حوالي ساعة على كل نشرات الأخبار. رويترز بتقول أحمد رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد الإطاحة بعيسى حياته. رويترز تتحدث عن إطاحة أحمد من مدغشقر بالكاميروني عيسى حياته، وانتزع منه رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصويت داخل الجمعية العمومية للاتحاد اليوم ومنذ أقل من ساعة. الاتحاد الإفريقي في حسابه على تويتر أعلن أنه أحمد نال 34 صوت مقابل 20 صوت فقط لحياته اللي بيشغل هذا المنصب منذ 1988. أخيرا والاي بي تتحدث عن مجلة فوج الشهيرة اللي بتقول أن فوج بتنطلق في العالم العربي في مهمة وصفتها بالجريئة والأسلوب المميز. فوج أطلقت الطبعة الشهرية بتاعتها ومستهدفة فيها منطقة الشرق الأوسط. الطبعة دي هي الطبعة الدولية رقم 22 في أكتر من طبعة دولية للفوج، دي طبعة رقم 22 اللي هتكون مخصصة المفترض لمنطقة الشرق الأوسط. ظهرت على غلاف مجلة فوج الشهيرة عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية هي جيجي حديد، ظهرت بترتدي ملابس مميزة وحجاب بشبكة كده مغطي تقريبا نص وشها، مش باينة منه غير عين واحدة بس، وكاتبين تحتها إعادة توجيه التصورات في العالم. بهذا الخبر نكون وصلنا لختام الجزء الأول من برنامج مناوشات والصحافة العالمية. فاصل قصير جدا نرجع بعده ونشوف الصحافة العربية اهتمت بإيه النهاردة. انتظرونا.